السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم اليكم موقع جديد للحصول على السيرفرات سيسيكا مجانية الصالحة لأربعة أيام. رابط هذا الموقع كذلك الباقات والقنوات العاملة على السيرفر تجدونها في ملف للتحميل أسفل هذا الفيديو. الآن نمر إلى كيفية تحميل الملف لكل من يجد صعوبة في تحميل الملفات. نلصق رابط التحميل في المتصفح ومن ثم ننزل قليلا ونضغط فقط على فري داونلود. ومن ثم ننزل قليلا إلى الأسفل ونضع هذا الرقم الذي يظهر جانبا. وننتظر قليلا لثم ينتهي العد، ثم نضغط على create to download. ننتظر الآن عدد رابط التحميل. نغلق الإشارات. ننتظر قليلا ومن ثم نضغط على كليك تو داونلود، وهكذا سيتم تحميل الملف. الآن نمر إلى الموقع وكيفية الحصول على سيرفر اس كم الصالح لمدة 4 أيام. رابط الموقع تجدون أسفل هذا الفيديو. نقوم بوضعه في المتصفح بعدما نقوم بتحميل هذا الملف. إذا كما تشاهدون هناك 5 سيرفرات سيسيكا مجانية يمكنكم الحصول عليها. وكما تشاهدون هذا إثبات لمدة عمل السيرفر فري سيسيكا سيرفر 4 دايز تيست. نضغط فقط على جيت إيت للحصول على السيرفر. سيتم تحويله إلى صفحة أخرى. ننتظر حتى يكتمل التحميل. نغلق الإشارات ومن ثم نضغط على كونتينيو وننتظر توجيهنا للصفحة القادمة. هنا ننتظر نهاية التحميل من فوق الصفحة ثم نضغط على اسكيب اد. والآن نضغط على جيني صفة او روبوت وفاليدي. إذا كان هذا هو كل شيء. سيتم تحويلنا الآن إلى صفحة للحصول على السيرفر سترون أمامكم. إذا هذا هو السيرفر الهوست سيرفر 1.blue.cccount.com والبور 15000. اليوزر والباس يختلفون حسب كل شخص الذي سيتحصل على السيرفر. إذا كما تشاهدون السيرفر ينتهي ويل إكسبير في يوم 23/7/2017، واليوم نحن 18/7/2017. إذا هذا تأكيد لمدة عمل السيرفر. السيرفر يعمل لمدة 4 أيام. يفتح عدة باقات عالمية. الباقات والباقات تجدونها للتحميل كذلك مع رابط الموقع في أسفل هذا الفيديو. إذا كان هذا هو موقع اليوم. في الأخير لا تنسوا الانضمام على صفحتنا على الفيسبوك fb.com/playset.team والاشتراك بقناتنا على اليوتيوب، ولا تنسوا الإعجاب وتعليق هذا الفيديو. تتركوا لنا انطباعاتكم بخصوص حلقاتنا. انتظرونا في حلقات قادمة إن شاء الله وعدة مفاجآت في المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.